إصلاح زراعي أو قنطرة أبو عبيدة قرب أبو عبيدة. هسه فتحت تحويلة كملت انجزت تقريبا 90% من العمل، بقى تقريبا 15% 10% من العمل إن شاء الله أنجز خلال أسبوعين إن شاء الله ينتهي كامل، وأقوم أبلط الشارع وأفتح الطريق للناس. لا لا أبد ما قطعنا الطريق، ما قطعنا، يعني نعمل تحويلة من جهة نكمل شغلنا نرجع نعمل تحويلة اللخ ونرجع نحفر. تعاون باقي الدوائر معاهم؟ كلش زين، خاصة الكهرباء، يعني عندما ندعوهم على مثلا رفع هذا البوري، مثلا رفع البوري أو عندنا كابلات بالأرض يجون قبل يرفعوها. طبعا شيء اكيد اكو معوقات، يعني مثلا هسه انا جو شتاء، الشتاء امطار ولازم يعني نقول نتوقف، هو هاي المشكله اللي عندنا انه نقدر ما نقدر نشتغل، اي لازم نتوقف عند الامطار لانه ما نقدر نشغل اليات بهيج وقت وبهيج جو.